لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. وزي ما قلنا لكم كده في اول الحلقه انه احنا هنتكلم عن انشطه معرض الكتاب، ويمكن خلاص احنا بدانا في العد التنازلي لختام معرض القاهره الدولي للكتاب، ويمكن السنه دي كان المعرض مميز جدا وكان عليه اقبال كبير من مختلف الفئات العمريه، وخصوصا الاطفال اللي لقوا انشطه مختلفه كتيره جدا وورش ليهم يقدروا من خلالها ان هم يكتشفوا مهاراتهم المختلفة ويتعرفوا على معلومات جديدة ومفيدة تضيف لثقافتهم ومعلوماتهم. من ضمن الأنشطة اللي احنا لقيناها في معرض الكتاب السنة دي هو أنشطة خاصة بالكاتبة الكويتية وناشطة في مجال ثقافة الطفل أمل الرندي. الحقيقة أمل الرندي عملت أنشطة مختلفة ومميزة جدا للأطفال من خلال ان هم يتفاعلوا بورش عمل ألعاب مختلفة ثقافات مختلفة، فهنعرف من خلالها اكتر هي عملت ايه ومشاركتها السنه دي كانت عامله ازاي في معرض الكتاب من خلال تشريفها معانا على التليفون. اهلا بيكي يا استاذه امل، منورانا. اهلا وسهلا، اهلا بيكي، سعيده جدا بلقائكم. انا اسعد. حابه اتكلم معاكي في الاول عن اهتمامك بثقافه وادب الطفل. يمكن احنا من زمان جدا كنا متعودين انه في قصص للاطفال وفي حكايات كتيره جدا بتنمي وعيهم، لكن الموضوع بدا يقل شويه. هل دلوقتي الاتجاه كله رايح اكتر انه نحاول ننشط الموضوع ده ونحييه من جديد؟ طبعا انا شايفه بالعكس في انشطه متنوعه للاطفال، وهي طبعا بتحتاج كتير مجهود يعني متنوع ومستمر ومتواصل، وهذا ما حصلت يعني كنت حريصة عليه في مبادرة أصدقاء المكتبة على المستوى العربي، وهي انطلقت من الكويت منذ عام 2018 إلى الآن. وما يميز المبادرة فعلا أن بنستمر لمدة عام دراسي كامل، إذا الطفل يحتاج من يصل إليه بشكل مستمر حتى يحب القراءة ويحرص على الاطلاع. صح، مظبوط. طيب حابة أعرف برضو عن مشاركتك في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي. احنا عرفنا ان انت عملتي ورش للأطفال ليشاركوا فيها وينموا مهاراتهم ومعلوماتهم بشكل أكبر. طبعا ورشة هذا العام كانت جديدة أيضا، وهي حملة اقرأ وتذوق، وهي برعاية جمعية جود الخيرية وأيضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في الكويت. ويشارك معي طبيبة التغذية في الكويت، التغذية العلاجية مي الهزاع. والجميل أنني عندما قمت بتقديم هذه الورشة في معرض الكتاب الدولي شاركت معي استشارية التغذية العلاجية ريهام الحبيبي، واستمتع الأطفال جدا بفكرة نحن نقدم عزيز الثقافة، ثقافة الطفل أو حب القراءة. أيوة. بالإضافة إلى التغذية الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة بقدر المستطاع، حاولنا أن نقنع الأطفال. أنا بحييكي على عنوان الكتاب، يعني طعام أمي اللذيذ. يمكن كل الأطفال عارفين أن هم بيهربوا من أكل الأمهات وبيحاولوا يعني ما بيصدقوا يأكلوا الجانك فود والأكلات والوجبات السريعة اللي كلها الحقيقة بتأثر على صحتهم فيما بعد. نعم. إزاي قدرتي أن أنت يعني تجذبي اهتمام الأطفال تحديدا من خلال موضوع زي ده؟ يعني هم لما هيفهموا أنه لازم يأكلوا أكل صحي ممكن يعني يتضايقوا يزهقوا، خصوصا في أعمار أنت بتستهدفيها برضو لحد 15 سنة. طبعا أنا حريصة على الأطفال في المرحلة الابتدائية لأنها مرحلة تشكيل شخصية الطفل وتكوين العادات السلوكية سواء الثقافية أو الغذائية أو الرياضية. فلذلك حريصة أن تكون الحملة تحديدا في الصف الرابع والخامس الابتدائي. الطفل يستطيع في هذا الوقت أن يتناقش ويتحاور معك. عنوان القصة طبعا طعام أمي اللذيذ، حريصة أن يكون هو السنارة الأولى لمناقشة هذه المشكلة مع الأطفال. هل فعلا تحب أمك؟ وهذا أول سؤال أسأله للطفل، ومن هنا تبدأ مجموعة من الإجابات التي يعترف بها الطفل. هل يحب طعام أمه فعلا أم أنه يفضل الوجبات السريعة ولماذا؟ وتبدأ مداخلة الطبيبة هنا. طب كم مرة نتناول الوجبات السريعة؟ وما أهميتها وما أضرارها؟ فهنا نكون في عملية مصارحة مع الطفل. ممكن أن تتناول ولكن عليك أن تقلل، ونتعرف على الأضرار التي قد تحدث عندما يعني يتم الإكثار منها. فلذلك تكون المداخلة عن طريق التساؤل، وأهم شيء أن يكون هناك تساؤل وليس يكون هناك تلقين للطفل. الحقيقة حضرتك ركزتي على نقطة مهمة جدا، لأن احنا عارفين أنه بناء أجيال سليمة وناجحة هو بيبدأ من التغذية،
وخصوصا انها لازم تكون تغذيه سليمه عشان يكون العقل سليم كمان. وهذا هو شعارنا ايضا، تعامق سر صحتك وقوتك. حلو قوي. فهذا هو الشعار الذي دائما أن أحرص أن أردده في بداية كل ورشة للأطفال، وأجعل الأطفال يقرؤوه ونردده جميعا، تعامق سر صحتك وقوتك. طيب حابة أعرف من حضرتك تفاعل الأطفال كان عامل إزاي، مستوى الاستجابات، يعني هل معظم الأطفال استجابوا، عدد قليل عدد كبير، أم كلهم استجابوا؟ في الحقيقة يعني الحمد لله لأن الورشة التفاعلية، وأحرص أن تكون هناك أشياء متنوعة. نبدأ من القصة، القصة حجمها كبير كما ترين، ويكون فيها نشاط تفاعلي. الطفل عندما ننتهي من الورشة يقوم برسم الفواكه أو الخضروات التي حاولنا أن نقنعه أن يتناولها طوال الورشة، بالإضافة تقديم فواكه وخضروات حقيقية فعلا في الورشة مع المناقشة والتشجيع، الأطفال فعلا تتناولها ونحرص أن نتناولها معهم أحيانا أيضا. بالإضافة في الكويت يتم التعاون مع بعض الشركات التغذية الخاصة الأكلات الصحية، ونوزع السناك على الأطفال وهو سناك صحي. هناك بعض اللي بيكون طعمه فعلا لذيذ للأطفال ويستطيعوا أن يأكلوه، فنحن نقوم بتجربة عملية كاملة وليس فقط نص نقوم بترديده للطفل، ولكن نعيش معه تجربة كاملة. فذلك أعتقد هو الذي يحفز الطفل أن يستمر في الورشة لآخر وقت. ويمكن أن تشاهدي بعض اللقطات، أو تستطيع أن تشاهدي بعض اللقطات في ورشة معرض الكتاب الدولي في القاهرة. حضور الأطفال بعدد كبير جدا وأولياء الأمور أيضا، واستمرار الطفل معنا في النهاية، وبعد ذلك إنتاج الطفل ورسم الفواكه والخضروات في آخر وقت في الورشة. يمكن الموضوع ده أكيد كان مهم جدا ومفيد، وكان فيه تفاعل أكبر من قبل الأمهات، لأن هم أكيد اللي بيتعبوا مع أطفالهم بخصوص التغذية السليمة والأكل الصحي. احنا بنشكرك جدا أستاذة أمل رندي على مشاركتك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعلى الورشة المفيدة والمهمة لأطفالنا، لأنه زي ما قلت لكم كده كل ما بيبقى فيه تغذية سليمة للأطفال بنبني عقول سليمة، وده بيبقى جيل المستقبل اللي بنعتمد عليه في بناء المجتمعات الناجحة والمتقدمة.